السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم ان شاء الله جيت نهضر على واحد الموضوع اللي مهم بزاف، اللي هو التفاهة. كيف ما شفتوا في الاونه الاخيره وفي الوضع هذا اللي كتمر منه البلاد، بانوا شي وحدين سبحان الله ديما كيبانوا التفاهات، غير في الوقت اللي خاصنا نكونوا احنا كاملين ضامنين ونكونوا يد في يد، كيبانوا شي تفاهات اللي كيبغوا يخرجوا بنادم على طريق الصواب ولا ما عرفش شنو الهدف ديالهم. المهم كنتمنى من المشاهدين يعرفوا فاش كيتفرجوا، والوالدين حتى هما ما تشريش لولدك عنده 14 عام تشري ليه تليفون ولا 12 عام ما كتعرفوا لا فاش كيتفرج لا فاش الحوايج اللي متبعين. يعني راه مواقع التواصل الاجتماعي راه سلاح ذو حدين، راه ماشي فيها كلشي زوين وماشي فيها كلشي خايب. نتمنى من الوالدين يشوفوا هذه النقطه هذه بزاف، حيت كتشوف دري صغير تيتفرج في شي حاجه كبر منه ب 10 سنين ولا 12 عام وهو باقي صغير، ودابا الدري الصغير المشكله تيعمر كيهز واحد الباجاج اللي هو ما عارفش فاش غادي ينفعو، كيعمر راسو غير بالتفاهه. ما غاديش نمشي لشي نقطه محدده بالضبط، ولكن راه كيف ما كتشوفوا هذا الشيء راه بزاف على القاعده. نتمنى من المشاهدين ما تبقاوش تطلعوا شي حاجه اللي لها علاقه، راه كاينين الناس لا في يوتيوب لا في الانستغرام لا في فيسبوك كيديروا شي حوايج غادي يفيدكم نتوما وفي تربيه ولادكم وفي حياتكم وفي كل شيء، ولكن ما معطيش حقهم. علاش؟ حيت مطلعين التافهين، حيت واحد القاعده كتقول الجمهور هو اللي كيطلع ولا كيهبط، ياك؟ يعني انا في عوض ما غنطلعوا شي واحد تافه اللي ما غادي ينفعنا لا حنا لا راسو، ما غينفع حتى واحد، لا ما غينفع لا المجتمع ديالو لا والو. لهذا كنتمنى من الناس المشاهدين طلعوا شي حاجه اللي تستحق. عطا الله الشباب اللي غيورين على هاد البلاد وشحال من حاجه كيديروها زوينه، ولكن ما معطياش الحق ديالهم، ما معطيهمش القيمه اللي خاصها تعطاهم. الشعب ما فهمتش، انا ما كنقولش كلشي، ولكن واحد النسبه كيطلعوا، وهاد النسبه كتلقاها ديما الدراري الصغار اللي كيطلعوا بحال التفاهات، كتلقاهم دوك الدراري الصغار اللي ما باقي ما كنقولش لاج ديالو، ولكن ما ناضج الوعي ديالو، ما واعيش 100%. يعني كيف ما قلت لكم الوالدين شوفوا ولادكم فاش كيتفرجوا، راه كتخرجوا على ولادكم بطريقه غير مباشره، كتعطيهم التليفون ولا تشري ليه طابليط وما تبقى تعرف ولدك فين كيدخل يتفرج. نتمنى من الناس المشاهدين عرفوا فاش كتفرجوا، وواحد الحاجه ما غاديش تنفعك، كاينه واحد الحاجه سميتها با انتريسي في يوتيوب، كديرها ما كتبقاش ترجع لك الحاجه تطلع عندك مازال. راه الناس دابا لا دخل واحد من براد المغرب، حنا ما نهضروش على المغاربه بيناتنا، براد المغرب دخل يوتيوب ودخل طوندونس كتلقى بزاف الحوايج لها علاقه. حنا ماشي ضد الضحك ولا ضد بنادم ينشط، وهي مرحبا، ولكن في اطار باحترام اللي نقدر نتفرج فيك انا ولدي اختي مراتي والدي كلشي يتفرج. نتمنى من الناس كيفاش غنوصل لكم هذه الفكره هذه، نتمنى من الناس توعى بهذا الشيء بخطوره ديال مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الجهه هذه. يعني مابقاوش غير اللي جات نتفرجوا فيها وضاحكين، وراه ماشي كلشي ضحك، ماشي كلشي غينفعنا. نتمنى من الناس تعاودوا النظر في هذه الوقيته هذه اللي جالسين حنا دابا فيها، جالسين كنتفرجوا دابا بزاف الناس جالسين في الدار كيدخلوا الفيسبوك الانستغرام يوتيوب. نتمنى تعاودوا النظر في داكشي اللي كتفرجوا فيه، راه كاينين قنوات كاينين دي باج توعويه زوينه، اللي دخل كيقول لك دابا هاد الايامات كلشي كنسمع وراه الرجال المغاربه كاملين بحال هكا ولا بحال هكا، حشومه هادشي اللي كنشوفه. يعني نتمنى من كيف ما قلت لكم المشاهدين هما اللي في يدهم الكره كيف ما كنقولوا، يا غطلعوا الحاجه الزوينه يا غطبطوا الحاجه الزوينه. ونتمنى منكم في هذا الوقت هذا الوقت تطلعوا الحاجه الزوينه. جاي رمضان ان شاء الله نولوا نشوفوا غير الحوايج الزوينين في يوتيوب ولا في فيسبوك ولا في الانستغرام، وكندخل كنلقى المصائب وبزاف، وزعما هذه الوقيته راه خاص هي اللي يكون فيها الحوايج الزوينين، وهي هي فين ولينا كنشوفوا العجب اكثر من ما كان. يعني نتمنى هذا الشيء ما كرهتش يكون شي قانون جذري لهاد الناس هادو، حيت راه كتاثروا على الدراري الصغار اكثر من كتاثروا على الكبار. حيت انا لا جيت تفرجت فيك عارفك لا علاقه ما غاديش نبقى نتفرج فيك، اما الدري الصغير كيقولوا هادو تيضحكوا هادو ناشطين كلشي جوج سبحان الله شحال واحد تيتفرج فيه. دابا راه ولات القضيه ما بقاتش الشهره ما بقاتش كتشهر بشنو كدير، ولات بعدد لي فيو لي لايك ولا لي لايف شحال كيطلع عندك من واحد. دابا الدري الصغير كيقول هذا مشهور خاصني نكون بحاله حتى انا ندير بحاله،
واش تخيل انت بنادم داير واحد الحاجه خايبه والدري صغير غير كيقول لك انا راه باغي نولي بحال هذا السيد هذا، انا كبر نولي بحاله حيت طالع عنده واحد 70,000 واحد في اللايف ولا، وكتشوف الناس اللي كيعطوا شي حاجه زوينه شحال داخل عنده في اللايف 14-15 الى كتر كاع 100-120. علاش زعما واش حنا ديما خاصنا ضروري نقاو الحاجه الزوينه ندوزوها والحاجه الخايبه نتفرجوا فيها؟ ما ديروش اي حاجه على قبل الفلوس. راه يوتيوب ما دارتش غير باش راه كاين اللي ورانا في اسرار الدار ديالو وراها لينا، علاش على قبل جوجل ادسنس باش تطلع انت لي فيو تربح؟ راه حشومه هذا الشيء، راه ما والله ما عرفت ما نقول حيت هي ما عمرني هضرت في هذا الموضوع، ولكن بزاف او واش زعما هذا المستوى اللي وصلنا ليه 2020 وباقي كيدار هذا الشيء؟ ودابا كل شيء اللي جاي يدير قنوات، وحنا ماشي ضد ديروا قنوات، غير ديروا شي حاجه اللي تنفعكم وتنفع ونتمنى من الناس، حيت نتوما اللي عندكم كيف ما قلت لكم الكره، نتمنى من الناس اللي كيتفرجوا هما اللي تعرفوا فاش تفرجوا. ما واحد الحاجه ما غاديش تفيدك تفرجتي فيها واحد المره، دخلتي شفتي واحد الحاجه واحد المره ما غاديش تفيدك، ما تبقاش تعاود تفرج فيها، ما تدخلش ديك القناه مازال. هذا الشيء اللي كنتمنوا، تهلاو فراسكم، ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، تهلاو مجتمع.